نرجو التعليمات اللي عطيناهم باش يحضروا في الدوره هذه، راه مازال احترام المواطنين واحترام المجلس. تنشكرهم على الحضور ديالهم. سي حميم راه حاضر معنا، الله يخليك، فواحد السيد هذيك راه كونفرنس مولاي هذه عام باش تقشر عليها، ماشي باش دازت في الدور، مازال حتى شي طريق ما بدات فيها. كاين صعوبات وكاين ذيك راه توخص كل سيد ضاف الجهود باش هادشي يتحل. الناس حنا عندنا جميعا رهان ديال استعادة الثقة بالمواطنين. الثقة بالمواطنين هي اللي دايرة لنا في بلايصنا، وسكتو المنتخب أكثر من أي حد ثاني. هنا باش نشتغلوا حساب المواطنين وباش يعني نكونوا عندنا مصداقية في الأشياء اللي تنديروها، لا في الفعل ولا في هذاك، ماشي في الهضرات الصعبة، في الفعل، في الميدان. المواطن راه كيعرف كلشي، المواطن ما محتاجش أن نبقاو دابا للأسف حتى هادشي ديال الهيئة ديال الوساطة مع المواطنين والتواصل مع المواطنين راه تغيرات، وحنا مازالين غادي نمشيو في القنوات، ما تنبقاش نمشيو شي مرة سياسية اللي للأسف يكون مضحك. خسروا فلوس على لي زارتيك وخلص هذا ماشي كتب على هذا، راه والله حتى واحد ما زاد على داكشي، راه تنقراو غير حنا والناس ديالنا، راه المواطن والله ما دايها في داكشي، هادشي مع احترامي والله يعني كاع وسائل الإعلام والمواقع الجادة اللي تنقدروها ونشتغل تحت الجوج التعاون معاها، راه كيشوف، راه المواطن تيشوف، عارف كلشي وجالس، واخا ساكت راه ماشي حتى ساكت راه ما عارفوش. ساكت وتيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، هادشي إلا شاف داكشي، المواطن تيشوف واش المصلحة ديالو مقضية، إلا مشات الإدارة واش كاين الاستغلال، واش كاين الجدية، واش كاين التفاعل، إلا كاين واحد المسألة. تنهضر على المطالب المشروع راه خصنا نبقاو نطيحو في البياج ديال تنجيو تنحاولو نضغطو المشاعر ديال المواطن ونهضرو بشي حاجة اللي عارفينها قانونيا ما كايناش، والوضعيات اللي واخا هي تتبع الحاجيات الاجتماعية كاينة، ولكن أخطاء ديال الناس قبل، أخطاء ديال التقسيم السري، أخطاء ديال ما نبقاوش نكذبو على المواطن، ما نبقاوش نشدو نكذبو باش نلقاو له حلول قانونية ولكن القول ممنوع. ولكن هنايا ضربة كبيرة على سيدي الشهادات الإدارية، خير بها سيدي الوالي، غير الدورية سيدي الوالي السابق ديال الشهادات الإدارية. شنو بغيتو كنتو الفوضى؟ هي بصراحة دابا تنهضرو على أحياء جديدة اللي تحدثات بشكل غير قانوني، وحدثوها يعني بعض المراكز المصالح اللي غير قانونية، وحدين تغداو منها بطريقة غير قانونية. وتنجيو نباركو هاد الشيء ونشجعو واحد اخر اللي يجيو عاوتاني يكريو شنو المدن ديالنا اللي بغينا، باش نقولو بصراحة نكونو صريحين مع راسنا مع المواطن، شنو المدن اللي بغينا، واش بغينا مدن تنفتخرو بها داك سميتو، ولا بغينا مدن اللي فيها جهة أحسن الشوارع في العالم اللي شي زوين وكذا، وجهة أخرى اللي يقلب المواطن يبقى راس ونبقاو نشجعو كل الناس وشي وحدين اللي خدامين في فاشي يا مشي هذيك الفانتي وخصك كون مضاعي الله يجازيكم، كون عندنا الشجاع باش اننا نواجهوا هادشي بطريقه صريحه تجاه المواطنين، وانا كان تنبركوا على شي حوايج اللي مشاو على اي حال. الان يقص واحد تبع مثلا نادي بواحد التبيئه جماعيه ديال الجامع باش كل شيء يستغل يد في بارك الله غادي ياكل هذا الشيء، راه ما عنده حتى شي فائده من غير فقط ثقة في العمل العام في العدوان كاملين ماشي ديال شي حد. حنا عندنا وضعية هي ضحية عالمية متسمة بالتدخل، متسمة بآثار الجفاف والضغط على المدن خاصة المدن الكبرى طنجة من المدن اللي هذاك، عندنا إشكالية ديال التجاوزات المجرية لا ما بين بعض الأقاليم والمدن وكذا ولا في قلب نفس المدن. مدينة طنجة فيها أحياء اللي كتعاني من مشاكل كبيرة واللي خصنا نتركوها جميع فهاد الشيء اللي جا. كاينين برامج جديدة تتعمل استحقاقات الدولية الكبار اللي جايين، نتمنى إن شاء الله الإعلان ديالها عليها في وقتها. من بين الأشياء اللي فيها هو هذا التدارك، هذا التفارق اللي كاين، وواحد الإنصاف ديال بعض المجالات وبعض الأحياء اللي ما لحد الآن ما خدتش حقها من جهود العمومية بصفة عامة. عندنا بالنسبة لهضروا بزاف ديال الإخوان على التقييم ديال برامج برنامج التنمية الجهوية، كاين واحد اللقاء اللي تكلم عليه السيد الرئيس، ولكن تنذكر راه خصو راسي هي باش تتعرض فيها ديك الساعة اللي غيكون.